الو، ايوه. طيب حاضر، مع السلامه. البيك بيقول انه سالم رح يطلع بسند كفيل. مش معقول. شو هو المش معقول؟ كل شيء بصير. طبعا معقول. نديم امر حقني القلب. اتفضل مضيع سنة الكفيل. وهلا ما بدنا شيء بقى. سلامتك. تأمر شيء؟ سلامتك. شكرا حضرتك المفوض. لا شكرا على واجب. على كل سيد سلام طول صوب بكره على المكتب. ان شاء الله. فؤاد افندي شرف وحياك. اعطيه الجاكيت والغراض. شكرا. مع السلامة. ركبتوا الميكروفون بالجاكيت؟ اي نعم. بدي تراقبوه منيح، وين بيروح وين بيجي ومع مين بيتصل. حاضر سيدي. صار معكم سيدنا المعلومات اللي عند نديم بيقولوا انه اللوحات بشاسيه سياره عتيقه. كل اللي عرفناه انه ثلاث اشخاص اشتروا شاسيه. كل اللي عرفناه انه ثلاث اشخاص، واحد مشوار بعراج والثاني مشوار بالفيها ولفات والثالث سيدي. أنا ما بظن إنه اللي اشترى الشاسيه بيعرفوا شو في بداخلها. حاضر سيدي. البيك بيقول إنه لازم نفتش على اللوحات مهما كلف الأمر، لازم يكونوا موجودين. أوكي. وهي فكرة عن الشاسيه مشان تشوفوها. يا عمي زبوني يا صعب بالصوته ما بسكر الخط.
ما بعرف شو احكي لك، تفضل احكي لك. تفضل احكي لك. تفضل. الو الو نعم ما في مين عم يحكي؟ ايه هذا بده يكون بده يكون لفهمين هذا بده يكون لقطع لك التليفون احكي احكي يعطيك العافية يا معلم يعطيك العافية اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا في عندك تليفون دكتور هو اهلا وسهلا خلي السجنال تفضل بدي تليفون مش اشكمون سيدنا ما هذا تليفون بس انا حطه بالاشكمون لانه بتعرف ايدي وصفه حتى ما يتوسخ حطه بالاشكمون لو ما كنت سيدنا التليفون اذا سمحت اطلب لي تاكسي اذا بتريد تاكسي؟ اي نعم لوين التاكسي سيدنا؟ بدي روح على المطار يا اهلا وسهلا فيك ولو ما عندنا تاكسي تاكسي عالمي في اخونا ابو سليم هذا اللي بالحي هون بتلاقيه عم يكذب بتعرفه؟ نعم آدمي ودلويس وإنزبول وعنده بتعرف لقط وصي 15-20 نفس ما بتعرف عم يستغل لحتى يعينهم وأنا زولي أصعد لما ينيلوا لميني واستنيلوا على بيه منكبة حتى ياخد هيك تاكسيات على الخفيف فأجا ممكن بتنفر أوه ما في مانع معلوم أحسن ما نجيب غريب الله يخلي لي إياك معه وينه أبو سليم؟ أبو سليم كان وقف على رصيف هونيك أبو سليم أبو سليم تعا 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 اهلا وسهلا اهلا وسهلا لو سمحت انا مستعجل شوي خلص اهلي حوق تعال شو هذا شو هذا قاعد عم سوق السياره مثل العالم وسند ظهري هيك لورا وكان رايح الكرسي لورا لو ما حلم الله كنا فتنا بعمود الكهرباء بسيطة ابو سليم هيك تعرف سوق نحن لما ركبناه ما ثبتنا مزبوط هلا بنسوي لك اياه سليم هيك يا سيدي تحت املك في الاخ هون بدك تاخده على المطار تاكسي بتوصله وبتنزل بكون انا ظبطت لك ايه كيف بدي اخده تاكسي على المطار والكرسي مكسور على شو بدي اقعد خلص تعيط له وطي صوتك شوي شو بدك تقعد قعد هاك سيد خد هذا حطه وقعد عند الكرسي ويلا تيسر تفضل سيدي تفضل يلا ابو سليم ليش بدك كيف بدي اقعد وسوق على هذا كيف لك هلا بدها معلميه ولك يا ابو سليم هذا الكرسي بحطه هون ودي الكرسي ومقدمه بلانيل تازيان دبليان خلاص لك مشي الحال هلا بسوي لك الكرسي تفضل سيدنا تفضل 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 صلي يا شهرب يا نايم وهون في نايم او قوم نايم جوا لك يا واني بدي يا نام يا حلا يا نعسان ولك انت الثاني كمان ولك انت الثاني كمان يا بعرف حو جبا اتزمر يا عم من الفاسنا انا بنرفز 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 شبك عشان شبك هاد بيشجع المواهب والمختلعين المفكرين الكبار ها؟ شو عم تخترق؟ أنا دسلت السخين اللي عندي اللي كان هارف اسمه عبده بتعرفه؟ بعرفه بتعرف ليش دسلته؟ ليش؟ عم يعمل لي زمول يزعج الناس عم يعمل لي زمول ما بيلطب ما بيفوت باللاص
تدن 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 ما بيفوت. أنا فكرت لازم أعمل زمول يعبي راس الإنسان ويلون. شو لازم أعمل؟ لازم أعمل زمول لما تضمر الزمول يعمل على دلعونة وعلى دلعونة وهوى الشمال يغير اللون. لا بتلطب. لا طيط 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 ازعجت لي دماغها ما فيا انا اسمع طيط 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 بنرفز. هذا جزات المعروف لما حيخلص الزمول اللي بيقول على دلعونة على دلعونة هوى الشمال يغير اللون لح دخلوا بالجمعية والجمعية تستفاد منه. بتقلي هاك يا صاحبي بس يا عم بس بحوجة زمل يا هيدي ما نحولها هيدا ما بقبل ابدا انا جاهل ولك 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 يا شو يا عم انت انا بتنام لك يا وين يا بدي انا لك لون يا اسعد الزمل بطل يطلع على صوت قالوا شو هذا يا عطار مين فضع؟ أهلا أبو سيد خدنا يا سيدي الكرسي ورحنا تنقعد حطيناه عنيك طيب وعدى تنسوق السيارة نعم نحن وقاعدين مسكنا الدركسيون هاك وفتلنا هاك وهاك طلع بيدنا الدركسيون لو ما حرم الله كنا فتنا بالبوسطة بسيطة هيدا أبو سليم أنت خليك لويق ما يطلع خلوق السيارة عم تتأسس جديد شو فتلك أنت هاك الشغلة وين تخلص ولك كيف ما بده يطلع خلقي كيف لك حتى الكرسي لما كنا حاطينه ما كنا مظبطينه مزبوط سلم شوفوا في احلى من الكرسي فضل سلم يلا شوف صار منيح ولو سلف بيحمل بغل ما منيح لك لا عفوا 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 يا ابو سلم يا ابو سلم طول بالك لا طول بالك شوي انت لو شوي طفى عمرك حصل ودي يا ابو سلم ودي لك يا ابو سليم شوف تا 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 لك يا ابو سليم ما بتفهم انت بسمعه ما بتفهم بشتغل هيدا الكرسي بتقعد عليه لعشان طيب بدي اسالك سؤال هيدي البلوغي يلي بتنحطهم محطوطه بالعلبات محطوطه بالعلبات كيف بتقعد عليه لعشان شو ثابت لك كيف لك يا ابو سليم نحن شبهتنا ببعض البعض هيك لحتى ننزع نعلق بالسيارة ها سلم صفري يا ها هلا بتنزع تحط له بالغنان وبالغنان زبط طيب زبطوا شو ناطر لك ما عم نلك عم نزبطوا خلاص زبط في شي غيره معلوم في شي غيره كمان شو شافني جارنا هونيك قال شو هي يا ابو سليم قلت له تاكسي اذا بده حدا يركبه قال ما بيصير هيدي ما انا تاكسيها قلت له ليش قال هيدي النمره سوداء ممنوع هيدي بتكون مخالفه اذا اخذت فيها تاكسي قلت له شو بدنا نعمل قال لازم تكون سياره عموميه وانت جاي عم تعمل لي مشاكل مين هذا مين هذا لك شر اللي هنيك باخر الشارع ليكو هيدي ظل هذا اللي هنيك ايه؟ شو بفهم هذا عايش من قلت المات لك بيعمل لي ظل سك سك لك هذا اللي هنيك بيع البوي ايه تقنيع البايا شفته اللي بيقول لك زلك ثمان اعطيني سطل بايا حمله وفلسه وظبني على السياره لوح انا شو لك مش ندهن النمره ما عم يقول لك هيدي النمره خصوصيه ايه منزيد بايا وحمله وندهنها لوح خلاص ايه مشيت شو هذا شو هالبايا يا ابو سليم سعيد يا سعيد لك يا عمي طيب حدن هاي يا باي لك يا اسعد حدن بينام هون ايه قول عفوا يا بطلي هاك قلتوا نزلنا قلتوا نزلنا يا بطلي يا اسعد سعيد 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 لك يا سعيد هون بينام يا وين يا بدي انا هون ما عم تشتغل عند اسعد قوة طويل عليك بينام وبيقلب السلة يا بخليني يا بشتغل يا شيخ خليك تشتغل يا لا هون كان استني لي المحل شوي ما بينما لوح انا لكب السيارة عند ابو سليم وزي تعال في بالك على محل ميحة لك شو بك لهداف عالتانية انت والتانة نايم اكلوا مرعى وقلة سمعة يا عم تخليني اشتغل يا شيخ انخمي Thank you.
مرحبا اخي سعيد. يا اهلا يا سهلا يا بالاستاذ يا بدري. يا كيفك؟ يعطيك العافيه. وين معلم اسعد؟ يا معلم يا اسعد. أيوة. يا منو يا هوني؟ وين راح؟ يا راح يا مشوار. يا قول يا بدك يا شي يا منو؟ تعوقت يرجع؟ يا بعرف يا مشغول. كان بدي يعيرني طقم مرتب لأن الليلة في عندي سهرة بعيد عنك. عندك يا سهرة؟ أيوة. أي أنا يا بعيرك يا أحلى يا طقم يا عنا. صحيح. بس يا عشر. أيوة. يا بتدخلني يا معكن يا بالجمعية؟ بعمل جهدي. يا قول يا بشرفي. بشرفي بعمل جهدي. يا أحسن يا طقم يا بدي يا أعطي. يا لا يا هذا يا طقم يا مقلة. يا بتطلع يا أحلى يا شاب يا بالسهرة. ممنون فرحتك. يا مع السلامة. لوين اخذ الطعم؟ شو بخصك؟ لا بس لمين اخذه؟ يا هذا يا قلقلو مبين عنه كأنه طعمي تمام. يا بيشبه يا طعمك بس يا هذا يا منو يا طعمك؟ لكن طعمي وين وانا؟ يا طعمك يا بالتنظيف. حلو. يا يا لأنه يا لحنا يا كل يا طعم يا جديد. يا بفوت يا عنا يا على المحل يا منوديها يا على المصبغة يا مشان يا ننظفه يا على الاكسبركاس. انه هذا منو طعمي لك يا لا. طيب وين واسع؟ يا منو يا هون؟ ايه طيب. هلا بس يجي بعرف شغلي معه انا. يا يا مع السلامة. بسيطة. استاذ بدري؟ اسعد. شفت لي الاستاذ بدري؟ اهلا اهلا وسهلا. اهلا فيك. شفت لي الاستاذ بدري؟ شو صوتك ما عم يطلع؟ يدل لي انا صوتي ما عم يطلع؟ ايه. عم بقول لك شفت لي الاستاذ بدري؟ نعم. شو حاطط بدني؟ ذكرتيني صحيح. يا امي هذا ترى مين قد طيط 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 قرع لي راسه. ليه؟ عم زقر عم يخترع. شو عم يخترع؟ عم يخترع زمور. قال بدل ما يطيط طيط طيط عم يخترع زمور يغني على دلعونا وعلى دلعونا باي باي الغربة الوطن حنونا. عجبين؟ طيب انت كمان اخترع له بالمكواية اوه مامي اوه مامي غيزو. ما فيا ما بيطلع على صار. انت عاد قلي ايه؟ ولك التين اسم بس يا زلمة لا ترى مين؟ يا فهمين سمعنا شوي. بيقول لي عقلك. ايه هاي اللي شفت لي الاستاذ بدري؟ ايه لا اليوم ما شفته. يا راح يا عنده يا حفلة. حفلة؟ يا حفلة شو؟ يا قال لي بس يا اجا يا لهون يا بده يا اسعد يا مشان يا يعطي يا طقم. يا امتي يا انا يا اعطيته يا طقم. صحيح. يا اعطيته الطقم؟ يا وطقم مين اعطيته؟ طقمي انا اعطه. ببعت تياب لنظفن عنكم بتقوموا بتأجرون يا سعود. ها اعوذ بالله نحن ما منأجر ابدا ابدا بحياتي ما اجرت شيء. بالله لكن بتعطون يهن ببلاش ما هيك؟ لوجه الله تعالى. شيء حلو والله. هاك بدك هاك بدك عم نزعل الزبونات. يا وعدني يا اللي بدي دخلك يا بالجمعيه. ها بدي دخلك؟ هو قادر يدخلك بالجمعيه اذا انا رئيس الجمعيه ما وافقت؟ ما الحق عليكم؟ الحق على اللي بيبعت بينظف عنكم. وانت شو قنعني انه هذا الطقم ملأ لك؟ قولك يا حق معه الزلمة؟ لا ما هون ما بدي شوف وشك ابدا ابدا ابدا. انت مطرود جلا برا. لوين مطرود؟ لوين مطرود؟ وين بده يروح قبل ما يجيب الطقم لهون؟ طول بالك انت التين هلا بنعطيك من عيرك طقم احسن منه بكثير. كمان عم تعيره تقوم حنرجع تعيره تقومي. طيب شو رايك تاخذ طقم كنبيه؟ اذا بتريدي مدام. ما دخلك. مدموزيل من فضلك. عفوا مدموزيل اذا بتريدي ما دخلك. احترم نفسك. يا الطقم بيجي هلا يا اسعد وقال للشرطه هلا بتكون هون. شرطة؟ قلت لك مطرود ما بدي اشوف وشك هون. عجبك الشرطة؟ وينها؟ معك مهلة ساعتين، إذا الطقم ما بيكون هون تأكد حتيجي الشرطة تعمل لك قتل وتاخذك على المخفوق. يا لا يا رايح يا دغري يا جيب يا الطقم. بحياتي أنا ما بقى ابعت لك تياب لهون يا أسعد. بأمرك بأمرك. يا ريتني ما فيك سألت عن الأستاذ بدري. أسعد. عجبك هيك عم يزعل زبونة؟ نعم. إذا إجا الأستاذ بدري قل له بقول له الست ياسمين عاوزتك. ما حذرت. لكن قل له الست ياسمين ناطرتك. باي باي. باي باي. ولك انت بدي.
سعيد؟ شو لك يا ابني يا سعيد؟ لك ليش انت هيك كل النهار انت واسعد؟ صوتكم طالع، الزيلان عم تتضايق كل يوم عم يقدموا لي سكوات من كتر ما عم تعيط انت واسعد، ليش عم تعيطوا العياط؟ ليش لك يا سعيد؟ العالم عم تتضايق من صوتكم، صوتكم مزعج. شو في بينك وبينه؟ يا عم شوف يا حلو يا علي يا بيشغلني ويا بيعطيني يا مصاري ويكحشني يا من الشغل. هلا طل ليش لك من الشغل؟ ليش ليش لك من الشغل؟ يا قول يا ليش يا عرت يا الطقم يا استاذ يا بدري؟ مشان هيك بس؟ يا ايه تشتغل عندي يا سعيد؟ يا ايه يا بشتغل وبدي اعطيك قد ما كان يعطيك اسعد وحبك بزك زيادة منيح هيك؟ يا ايه يا كان يا يعطيني يا شي بس بدك تكلمني يا سعيد. لك يا عم اقول لك يا كان يا يعطيني يا شي. طيب فوت على الشغل لجوا فوت. فوت سامع؟ سامع عشان كيف متضايقين من صوتكم سامع؟ كل النهار صريخكم طالع هون بالحالة مزنينين البناية كلها كل الزيلة إذا واحد ملأ من هونيك بتضايق من صوتكم. طلعوا عيطوا خلاص انتهيت انتهيت يا زار. احنا عم نحكي على الصابون معنا اليوم شو؟ على الصابون على الصابون صرعنا بدنا ننام. بالله عليك بالله روح نام. شو روح نام وصابونك صرع بدنا نخي هلا الزمول مضيق سكر الشبابيك وفوت نقبل نام. بالله بالله اذا بتريد سكر زمولك انت. لك يا ابني يا زار يا حبيب قلبي نحن عم نعمل زمول طلع يحلصكم احسن من هالزميمين اللي عم تزعجكم. هذا زمول على دلعونا بكلا منه نوزعه على كل البلد مشان هيك عم نعمل الزمول. هلا ضيعت من الزمول ولو لك يا زال طول لي عمرك. يعني شو بتريدي بلا دل اسمع زمولك وما تضيق؟ لك اخي ما تسمع زعل عملك ما تسمع شو بدك بلا خبر يعني بدي زمل وغصب عنك يعني شو يعني؟ زمل شو؟ يعني واذا زملها شو بيطلع من عملك؟ هلا بفرجيك. لا شو بك شو بك زلمه يا عم كفي الاختراع اللي يكفي يا فهمان. ما خلصنا من فهمان جاي انت بعد بعد هاك بعد هاك اشو هذا بزمن ها زمن اشوف. مرحبا مرحبا اهلا وسهلا اهلا وسهلا جيت لوحدك ولا كنا رحنا كلياتنا على الحبس؟ ممنون على هالطعم. اينو طعم كنا رحنا على الحبس؟ شلاح مسك 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 شلاح بسرعه بس شلاح بسرعه اش ليه نروح الحبس؟ لا المعلوم لأنه إجا صاحب الطعم وشافك لابسك ووقت اللي شافك قال يا بتجيبوا الطعم يا أما بيفوتنا عما. لا 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 فوت لجوا فوت لجوا مسك مسك فوت لجوا فوت لجوا اهلا اهلا وسهلا سيدي وحياتك معك تصرف لي هالمئة ليره؟ لو معي 100 ليره ما كنت لقيتني هون. لا شو هالحي الفقير هيدا ما في حدا معه يصرف لي 100 ليره؟ طولي بالك يا فهمان. نعم تعال شوف تعال معه يصرف لي 100 فهمان. معقول معقول مول اصرف لك. اهلا وست ياسمين كيفك ست ياسمين؟ الحمد لله مول اصرف لك 100 ليره لست ياسمين. تعال املك ها لحظه صغيره يا ست ياسمين ما تتاخر اسعد بس اصرف لي 100 ليره ابعث لي اياها على البيت. تكرم عيني باي باي مع السلامه. Thank you.
تليفون؟ يا اهلا وسهلا يا آية، فيا تليفون يا عنا؟ يا انت يا هديك يا المرة يا جيتي يا تلفنتي يا من عنا يا للأستاذ؟ مين؟ يا أنا؟ يا آية لا يا أنا، يا تفضلي يا تلفني يا هذا يا التليفون. هيدا تليفون؟ يا آية معقول يعني؟ يا آية ها؟ طيب إذا ممكن خلي بإيدك. الو الو، مين عم يحكي؟ جميل وحياتك، بعت لي تاكسي على حي شو من فضلكم؟ اي بتعرفي يا اسم يا الحي؟ لا يا اسمه يا حي البطيخ. بطيخ؟ يا جميل، ما في داعي تبعت لي تاكسي لانه ما بتعرف اسم الحي. معلش انا باخذ تاكسي. مع السلامه. ممكن اطلب تاكسي؟ يا شفتي يا شمي شت يا شمي شت يا شمي شت يا شلفي شت يا شمي. نعم شت يا شمي. مين اسمي؟ انت ما شت يا شمي لطيتيني 100 ليره ومسوي اصرف لك. ايه اسمي سوسو من فضلك. سوسو؟ اسمك سوسو؟ نعم سوسو. سوسو سوسو شت سوسو اعطيتني 100 ليره ومسوي اصرف لك. ايه انا وزي عطلي ضيعت منها 5 ليره. أنا أعطيتك 100 ليرة؟ أي نعم، أعطيتيني 100 ليرة وسلوح سقف لك إياها، ما في حدا اللي سقفها، نحت صرفتها وزيد. حرام. طيب خلي لك إياها. علي أنا؟ إيه لك. عن جد؟ إيه عن جد. بصرفها كلها؟ كلها كلها. أنا بسم الهوا فيها؟ إيه. بترجعي بكلام هيك؟ لا ليه بدي أرجع بكلامي؟ كتر خيلك ست ياسمين، حفظ السوسو. من فضلك، في تاكسي قريب هون؟ في؟ تاكسي؟ تحت أمرك؟ صحيح؟ صحيت؟ هوام؟ الكوسوف عمو سليم؟ يا وان يا بدأ ايه؟ لا تصوفوا بصير زموها بكون البلد من الدولية. هوام؟ الكود؟ أحلى تاكسي للست سوسو. أهلا وسهلا بالست سوسو. مرسي. أهلا وسهلا ست سوسو. أبو سليم سوفيل آدمي وبيعجبي وما بيصلوا على الطلية على قلبه. أهلا أبو سليم. شوف أبو سليم سوسو هي. الست سوسو بدك توصل ليها محل ما بتليد وما بتكون إلا مبسوط. معلوم أبو سليم أكون. اتفضل يا ست. شكرا. هيدي من عندنا من الحي، كانت ياسمين بس هلا عم بتقول سوسو. بس سو زخيخه هلا بعطيك 20 ليره. وين صحيح كود خيي عم صليت حبيك. يا اسعد شو صار بهالمتنيره اللي صرفتوا لي اياها؟ محلها بقى تصريف؟ ما وصلت لي؟ لا ما وصلت لي. يا ترى مين؟ تعال شوف تعال شوف. تعال صرفت ال 100 ليرة؟ ليش ما اعطيتها ال 100 ليرة؟ ليه ما بعثت لي اياها؟ هون حكيني ليش ما بعثت لي ال 100 ليرة لما صرفتها؟ طولي بالك خلص جدبها جدبها بده يجيبها بقى. شبك شا؟ صوت؟ شبك؟ هلا هيدي سوسو ولا ياسمين؟ مين سوسو؟ ست ياسمين شبك؟ مين سوسو؟ هلا سوسو رحتي من هون مع ابو سليم بالتاكسي؟ صحيح رحت على التاكسي مع ابو سليم. انا بعرف الاول ابو سليم. اصوت؟ نعم. هلا يا خسخسة شباب ما اعطتني لاصرف ال 100 ليره. انا اعطيتك اياها لتصرف ال 100 ليره. انت اعطيتني اياها. انزعجت طلعت ياسمين واقفه هون قالت لي لا سوسو. وجه بقه مثل ما بقول لك. مين سوسو يا نوسو؟ حبي انا مخشخش خشخشة. قلت لها سلمي عيد ال 100 ليره بس انا ضيعت منها 5 ليرات عطلي. قامت قالت لي خذ كل ال 100 ليره. خدت ال 100 ليره. ايه عم عد ال 100 ليره سلفت الست ياسمين. حكيتك قالت لك خذ كل ال 100 ليره. مش ال 100 ليره بالاول الها ولا الي؟ لا يا لك. ايه اسمح لي بال 100 ليره. ما انت قلت لي خذيها. بخشيش الله ياخذك عم تبعت لي ال 100 ليره. بخشيش منان ولا يا ضيع 5 ليرات. 5 ليرات؟ كيف مضيع؟ عطلي عطلي وحياتي عطلي عطلي عطلي. ليك ما تحكوا لك كلمه. انا راح عدلهم اذا لقيتوا ناقصين فرانك راحت لنقصها. بس قال لي شي 5 ليرات. 25 50 60 70 80 شو هدول 90 كيف 90 95 90 95 95 ما طول 90 شو هيك كيف على حلاوة. خمسة ولو 25 25 50 60 70 80 شو 85 85 شو 85 25 25 50 60 70
80 85 90 95 هسه بتقلي لا ايه عدل 25 50 60 70 لا شو هدول 75 هدول 75 75 شو كل مره بتعطيني اياها بتعصي 75 فهمين روحك بتطالعها اسمح لي بالمصريه من وين بنجيب لك اياها مين المصريه ضايعين على الطريق شكلك ياسمين ضايعين على الطريق ضايعين على الطريق روحك بكويك اكويني بكويك وحياه عيونك قتلني شو وينك هدول قتلني اكويني قتلني من وين بدي اجيبهم اذا قيتني وحلقتيني يعني بذو ما معي طوع على الطريق يعني راحوا يعني راحوا المصريات شايدة تتاني انكو تكرارك ان شاء الله تلتاني انا اعطيني شخص ياسمين انا اعطيني اعطيني البيت ليلة ما انتو اعطيتوني الا اصفة ولا صغيرة انا ضيعت على الطريق فهمين لا ما رح تعطينا المصريين لا بدي اجيب طيب ليك في سر ما حدا بيعرفه غير مونديو عارف شو مونديو يعني الله وانا هلا الله مونديو ايه نعم وماي جاد بالانجليزي ماي جاد ماي جاد ماي جاد ما بتبقى اسمع انت انا بعرف القصه قصه اللي عم تلفنها لزبيده بتقول لها يسلمونا هالعيون يسلم لي هالطول يسلم لي هالاوين يسلم لي هالشعر وجوزها بيقتل الراس الحي انت عارف شو صار هيك ولا وعلى مين على ياسمين لا 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 هاي هاي الاخلونيه اللي عليها عشان لي لا يعني شو صاروا؟ صاروا 110 110 على ياسمين انت مين اللي عشان لي لا تعالي 10 لا بعينها يا عمي خلصك شو اسمه هون؟ شو ياسمين؟ صحيح؟ 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 هلا قلنا شو هي؟ ما كانت ياسمين عم تلفن عندك بالتليفون؟ يا مبلا ما زيد انا قلت لك عيط له يا ابو سليم يا مبلا شو اذا عمل ابو سليم؟ يا اجا ويا اخذها ويا راح راحوا ياسمين من هون يا اه من وين اجت من هون ياسمين؟ يا اجت يا ملها؟ ها؟ لا بعرف اذا انت ما بتعرف انا ما علي كيف شايفة عالسيارة؟ بتجنن اسا ما شفتيش لو شفتيها بتطلع كيف بتمشي بس بتلاقيها بتسبق الطيارة ايه؟ عظيمة ايه؟ ما جعتي؟ بتاكلي ساندويشي انا وياك؟ ساندويشي انا وياك؟ ايه؟ كتير لا لا ما كتير نص ساندويشي شو رأيك؟ لا ساندويشة طيب يلا لنشوف وين في بيع ساندويش هون وين 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 اه يا حبيبك هنيك في عندك ساندويش؟ ساندويش ما في سيز في عنا كارت على كارت على كارت شوف ال ال الست شو بدي معشي ممكن بس تقرأ لنا اياه هون مثل ما بتيجي بس اذا بتحب تاخذي نظره برجع انا بساعدك كمان بالمأكولات اذا بتحب طيب ميرسي في شاتوبريون شو رايك؟ شو هذا شاتوبريون؟ هذه شقفة لحمة شوية على الفرن كتير عجل طري كتير طيب لا 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 مع صدرة وشوية شط بريون ما بفهم بهالشغلة أنا غيره في معكرونة سباكيتي سباكيتي بولونيز مع صلصة كتير طيب مع لحمة مفرومة غيره 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 مناحة بس غيره في معكرونة في فيليه في مشوية في مونيون رايديس رايديس مناح مناح سمك خي عندك كبة راس كب راس فيه نية تكرم أي تكرم حمص هو هو في عن كبيس إيه شوية تشكيلة كويس جدرة فيه جدرة جدرة تكرم إيه عاد
أول مرة بتفوت على المطعم؟ يمكن آخر مرة. لا أنا فيت قبل هالليل، بس مطعم فول وحمص وفلافل وهيك شيء، بس مطعم هاي ما بحب فوت عليه، لأنه بيجيبوا لك صحن الفجر بيأيدوا عليك، بتروحي بيجي زبون غيرك بيحطوا له إياه على الطاولة بيرجعوا بيأيدوا عليك، بيأيدوا رايح جاي صحن الفجر بيطلع آخر النهار 25 ورقة. هيدا الفجر. تعرف رخيص. صدق ظريف ما بيكفي. شو استحيت؟ مع انه المفروض الست تستحي. انا استحيت؟ شفتك يعني احمريت. انا وشك احمر. اسم الله بتطعج الحديد يا خزي العين. لا هي هيدي قوام تنطعج. بس ما تكسرها. انت بتسوق سيارة منيح؟ ايه منيح منيح معلوم، انا بسوق بوسطة، بسوق كاميون، بسوق تراكتور، بسوق متسكل، بسوق بسكليت، بسوق حنطور، بسوق كل شيء. زلعين. وبركب كمان على الخيل، وبركب على الحمير، وبركب على البغال، كل شيء. شاطر ايه. انا من فوق من الجرد. بس هلا جاي بالشتاء بتعرفي، هلا بنزل على المدينة هيك مشان اشتغل. وهلا اخر الشهر بكره بنعزمك لعنا لفوق، تطلعي عنا فوق الصيفية بتاخذ العقل. تفضل. صدق طيب أكل ما بوش. مطعم. إذا بتحب تأكل خس إذا ممكن شقف خس خسة؟ يسلم. مرسي. إذا ممكن النادي للمتر لأنه خلص. الحسين قدامش. الحسين يا الله. بسرعة. Thank you.
تفضلي كده. الهيئة يعني ما تفتش على شيء، إذا لازمك شيء لا لا لا. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ نحن الستات لما بنكون بحال ما بتمد إيدها على على شايبتها وعاد زدانها أبدا. إذا كان نعم عبكرة جينا دفعنا لك الليستة بيمشي الحول؟ لا والله سيدنا بيمشي هون 23 ليرة ونص في 10 ورقات، بكره بنجيب لك 13 ليرة وبيمشي الحال. ما بدك تصوبنا؟ لا لا معلش. أنا رح أفوت صوبن شوي وإجا، روح 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 عشانك روح. حسبته؟ رح أحاسبه. متر إذا ممكن. نعم. قد إيه طلع الحساب؟ 23. وخلي الباقي إن شاء الله. شكراً. ممكن نحن بنقدر نمشي. لا 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 لا، كيف بدنا نمشي؟ ما أنا كان مشينا بدنا. شو بيقولوا له هذا؟ متر. يا متر مش متر 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 شكرا بكرة جيب لك المبلغ ايوه ايوه بكرة بكرة شو لا معلش انطيته انا اكثر ايه تفضل ايه وما لقيتوا شيء؟ بالسيارة؟ ايه؟ ابدا ما فتشت فيها؟ لا فتش فيها انت طيب شبك 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 ما بعرف شبك شو بك عم تبحبش بتبحبش بالسيارة طول بالك علي شوي انت طول بالك روق شوي شبك تفش لا طولوا بيكم طولوا بيكم عم بفهمك ها ايه من فضلك نسيت اعرفكم على بعض حضرته بيكون ابن خالي تشرفنا ما تخست حضرته بيكون ابو سليم الشخص اللي وصلني حضرته ابو سليم نعم ممكن توصلنا تفضل يعني اذا بصير سألني لا 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 تفضل عم تدور هلا كانت ماشي ها ما شفتي بتنزل تدفشنا شوي اذا ما بيسرك صقلة ممكن يا رب ايه تفضل صارت بدها تدور شوفي كيف رح تدور هلا